اليوم تم تسليم 24 سيارة نقل مبرد وزن طن ونصف طن على عدد من الشباب في محافظات مصر، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المبادرة أكثر من 179 ألف جنيه ضمن المرحلة الأولى من المشروع الخاص بمبادرة صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التموين وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا وقالت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر ناصر أنه من المهم توجيه التمويل للمشروعات، لكن الأهم تنفيذها. وقام صندوق تحيا مصر بتمكين وتشغيل 1000 سيارة أجرة، كما تم تسليم 70 سيارة نقل مبرد حمولة 5 طن على عدد من الشباب.